السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا لنهاية الدورة. طبعا هذه الدورة هي أول دورة الكوتلين مع الأندرويد ستوديو. عرفنا كيف نستخدم الكوتلين مع الأندرويد ستوديو، أخذنا فكرة الكوتلين مع الفاير بيس في الأندرويد ستوديو، وأخذنا أيضا فكرة الكوتلين والإسكيول لايت باستخدام الأندرويد ستوديو. كل هذه الأمثلة من أجل أنه تصنع أنت مشروعك الخاص، عرف وتبدأ ب أول خطوة بالكوتلين مع الأندرويد ستوديو. هذه هي الدورة موجهة لكل الناس اللي هم أكملوا الأندرويد ستوديو السابقة اللي أنا أعطيتها مع الجافا، والذي أكملوا دورة الكوتلين أيضا، والآن هم يتوجهون لهذه الدورة اللي هي الأندرويد ستوديو مع الكوتلين والفايربيز والإسكيول لايت. إن شاء الله تكون كانت الدروس مفيدة، استفادتوا من عندها. أنا أوعدكم إن شاء الله أنه أحاول أعمل أيضا مزيد من دروس، مزيد من دورات عن الأندرويد والكوتلين. هذه يمكن أول دورة، أوعدكم أنه في دورات أخرى إن شاء الله راح تكون عن الأندرويد والكوتلين، في أشياء كثيرة نشرحها، في مشاريع أيضا راح نعملها بالكوتلين والأندرويد ستوديو. في النهاية إن شاء الله كانت دروس مفيدة لكم، وتستطيعون أنه أنتم تعملوا مشاريع. وبالأخير تقبلوا تحياتي، المهندس محمد عيسى من العراق، مع السلامة.